في توقيت جاي الاهلي بيتطلع فيه لاحتفاليه كبيره جدا بكره ان شاء الله في الثامنه مساء في ملعب مختار التتش في النادي. الاهلي يشعل احتفاليه كبيره ويضيء كل انوار النادي احتفالا واحتفاء بانجاز لا يقوى عليه الا الاهلي. عشان نبقى صراحه، سيبكم من كل اللي بيتقال ومن كل الضغوطات ومن كل المكايدات والمناكفات وكل اللي انتوا بتعملوه، محدش عمل اللي الاهلي عمله. انك تجيب بطوله دوري ابطال القاره مرتين في 8 شهور ده انجاز قياسي كبير جدا محدش عمله، ودليل الجدارة، ويصعب على اي حد يعمله، ودليل وده دليل الجدارة الكامله. اجيب التاسعه واجيب العاشره في 8 شهور وفي جدول مضغوط وفي مسابقه محليه شفتوا تفصيلاتها وشفتوا السفريات، ويتخلل البطولتين اشارك في كاس العالم للانديه فاكون ثالث العالم. ده النادي الاهلي ودي حجم بطولاته وده مكانته. فعشان كده الاهلي بكره في ملعب مختار التتش في النادي بيقيم احتفاليه الحقيقه اتاخرت كتير. ولو تفتكروا حضراتكم كابتن محمود الخطيب في ملعب الجونه قال للعيبه كده في ختام الدوري، احنا قصرنا معاكم، احنا ما عرفناش نحتفل بيكم، ضيق الوقت وضغط المباريات خلتنا فعلا ما نقدرش نحتفل، اما وانه في فرصه لالتقاط الانفاس فعلى الاقل فرصه للاحتفاء بالكاس. بكره ان شاء الله